وبالعودة إلى اتصال الكاتب والباحث السياسي السيد درار الفلاسي. سيد درار، مساء الخير. مساء النور والسرور. نعم، بعد مرور 3 أشهر من تعنت قطر في تجاه أزمتها مع دول الجوار، إلى أين ستذهب قطر برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شاكر لكم تحت الفرصة. أنا أشوف أن هاي الـ3 شهور اللي مرن بالنسبة لنا نحن احتوينا قطر في قطر، وأصبحت قطر تحت الوطأة، والآن أصبح نظام الحمدين يذوق مذاقه البقية منذ أكثر من 20 سنة. الدليل على هذا البكاء، الكذب، الافتراءات اللي تستوي. أيضا الدليل على هذا خروج الأموال القطرية من قطر. لو تلاحظين يعني هناك عندك في كان كافة اليخوت اللي هي اللكجري الفاخمة في قطر، القطريين الأغنياء، الآن بدأ المواطن القطري يعاني من الأمرين، يذوق الأمرين، لكن النظام القطري سيبقى في تعنته. نعم، لأن ما في مجال. يعني هل يعني الخيار الوحيد أمام القطريين هو تنفيذ المطلوب، ولكن بقية الدول المكافحة للإرهاب أعتقد ماضية للأمام. نعم، طيب سيد ضرار دعني يعني أتحدث معك عن أنك يعني كشفت عن ما يسمى بفريق التجنيد الأكاديمي الذي طبعا يشرف عليه جهاز أمن الدولة القطري، ويعمل لتحقيق أجندات يعني رسمها نظام الدوحة في تلميع صورته. يعني كما تحدثت وكتبت في مقالك، هل تحدثني أكثر عن هذا الفريق توضيحا للسادة المشاهدين؟ الفريق هذا هو مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، يديرهم جابر أحمد، خالد الجابر، ومتخصص في حضور أي مؤتمر أو منتدى كان اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، ومن خلال هذا المنتدى يتم تجنيد الطلبة، يتم تجنيد الناشطين، يتم تجنيد الأكاديميين والحقوقيين لكتابة مقالات أو تقارير تخدم مصلحة قطر. يعني على سبيل المثال في واحد منهم تخصصه حقوق الإنسان وهو رجائي، هذا من أصل لبناني إسرائيلي الجنسية، تخصصه حقوق العمال. هو يعمل على شقين، الشق الأول حماية قطر من تقارير حقوق الإنسان والتي ستواجه قطر الشهر القادم في الأمم المتحدة، وأنا أعتقد إذا تم إدانة قطر سيتم سحب ملف كأس العالم من عندهم. لهذا هو محاولة ترقيع وتحسين صورة قطر أمامه، بالإضافة إلى استغلال بعض نقول النشطاء أو المتذمرين لكتابة تقرير على سبيل المثال الإمارات، ضد الإمارات حقوق الإنسان، ضد البحرين، ضد المملكة العربية السعودية، ضد مصر. أيضا في عندهم واحد متخصص في اصطياد المصريين، وطبعا تعرفين الوضع في مصر الاقتصادي، فهو يصطاد المتذمرين ويطلب منهم بداية كتابة تقارير ضد الحكومة المصرية ولإدانتها. فهم على شقين يشتغلون، الشق الأول لخدمة مصالح قطر وتحسين صورة قطر، الشق الثاني للإضرار بمصالح الدول الأخرى. على سبيل المثال الطلبة، عندما يصطاد الطلبة ويتم توجيههم لمشاريع تخدم مصلحة قطر ضد دولهم. هذا الفريق متخصص في كافة الأنواع، لهذا أنا قلت أنه هو فريق التجنيد الأكاديمي وقد أضر بالكثير، ولكن أنا الأوان لكشفهم. وهناك طيب سيد ضرار، نعم سيد ضرار، كيف لنا أن نعمل على توعية الطلبة؟ كيف لنا أن نعمل على توعية الشارع؟ كيف نعمل على توعية المواطن الخليجي ككل بمثل هذه الأمور؟ الحمد لله نحن في الإمارات عندنا بصفة مستمرة برامج لتوعية الطلبة، وزارة التعليم العالي مشكورة. هناك قبل إرسال الطلبة يكون هناك برنامج توعية وتثقيف لعدة جوانب. هناك أي دولة هو رايح، شو الإجراءات في الدولة الثانية، كيف يتعامل مع الدولة الثانية، السفارة الموجودة في، كيف يحمي نفسه، كيف يصل إلى هذه الدولة لأداء المهمة المكلف فيها وهو الدراسة وليس المخاطرة، وماذا سيتعرض له.
لازم نحن نكون في الشفافية والصراحة لشرح لهذا الطالب شو الأخطار اللي بتواجهه، كيف ممكن أنهم يصطادونه بكتابة تقارير ودون أن يعلمه. وللأسف يعني البعض ما كان يعلم أنه مطلوب منه، يفتكر أنه في الدراسة هذه مطلوب منه يكتب تقرير ضد دولته مثل في حقوق الإنسان. طيب، في أي مجال ثاني. من دبي الكاتب والباحث السياسي ضرار الفلاسي، شكرا جزيلا لك.